بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ضاهت نساء العالمين ولا ضاهت نساء العالمين ولا وكسات بموقفها الخلود رداء. بشنو يخلد الإنسان؟ بماله، بجاهه، بمنصبه. وإذا بعد 1400 سنة الشيعة مجتمعين ومسوين مجلس وأكثرهم متشح بالسواد، على شنو؟ كست بموقفها الخلود رداء. أم البنين وتلك أروع كنية دوايات فألهمت النفوس. ولا عرف لنا يا شاعر من هذه المرأة؟ قال البعل حيدار والبنون كواكب يعلوهم قمر قمر يشع بها.
قمر إذا ما لاح نور جبينه خفقت جميع النيرات حياء. قمر وإخوته كواكب كربلاء طلعوا بها فتلألأت نوراش. سوت أم البنين بها الأقمار؟ قال جادت بهم أم البنين، ونعم ما جادت به لابن النبي فداء بذلتهم للسبط قربانا فلم يستسلموا حتى قضوا شهداء. يا ناس، الأم إذا فقدت واحدا من أولادها تبكي عليه ليلها ونهارها. أم البنين بذلت أربعة ويقول الشاعر فغدا يات بهم أم البنين قريرة فرحانة مسرورة. ليش ليش سيدتي قريرة إذ أسعدت بفدائها الزهراء. ولهذا فاطمة في كثير من المواطن ترد الجميل لأم البنين على صنيعها. أكو شاعر يقول أكو موطن مهم الزهرة بي تذكر أم البنين. يا موطن يا شاعر، قال بمثل هالليلة ليلة الجمعة، إنه ليلة الجمعة الناس وين في كربلاء يحوطون هذا النور المطهر. ها وبعد أيام إحنا عندنا زوار متجهين يريدون يروحون يزورون. هذه وصية أم البنين سلام الله عليها، وصية الزهراء لأم البنين إلى زوار أبي عبد الله. يقول الزهراء تنادي والدمع يجري من العين، سمعوا وصيتي يلتزور ولادي حسن، زور أبو فاضل إذا زرت عضيدة. لا تترك اللي قطعوا منا زنودة، لا تترك اللي بالسهم مزقاو جودة. أولادي أبو فاضل عزيز وقرة العين. بعد بعد يا الزاير، لا تنسوا اللي بالسهم صوب وعينه، لا تنسوا اللي قطعوا شماله او يمينه او يمينه، لا تنسوا اللي بالعمد فضخاو جبينه. كل هذا ليش مولاتي؟ قالت زوروه لا ينكسر خاطر أم الابني. ما قصرت بذلت إلى ولادي ولدها،
ما قصرت نصرة أولاد بكل جهدها، أولاد أربع شبان كلهم راحوا لها، راحوا بيوم الغاضرية فدوى الأحسن. بعد العباس يا ناس أنا الزهرة أقول العباس عندي ترى عندي مثل واحد من أولادي، تقطيع زندنا ترى قطع فادي، باكر بالقيامة بمحضر الهادي، أول شكاية الخالق أرفع الكفة. يلا شباب سمعوني أصواتكم، ها أنا أرفع جفوفا قبل ما أذكر ضلوعي، وتقطيع جفنا ترى جراها دموعي، واللي يهيج راعتي ويزيد لوعي من اذكر مطروح واذكر وحدة احسن. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى بجاه أم البنين، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة تحتوي على شرط ونتيجة، فمن يريد أن ينال البر حصر الله سبحانه وتعالى نيله بالإنفاق مما يحب الإنسان. طيب ما هو البر الذي الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب التشويقي يقول أين من يريد نيل البر عليه أن ينفق مما يحب؟ ما هو البر حتى نصل إلى معنى دقيق جدا فنكتشف عظمة القرآن من جهة، ونعرف شيئا من مقام صاحبة هذه الليلة؟
كالعادة اختلفت الآراء عند المفسرين اختلافا عجيبا، ودائما يجب أن تلتفت إلى هالنقطة. القرآن نزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله، مسلمون شهدوا حوادث نزول القرآن، شهدوا القصص، كانوا في بدر وأحد والخندق والأحزاب، وهم بالمدينة وبالهجرة، وراحوا وإجوا وشهدوا المواقف مع النبي صلى الله عليه وآله، ونزلت الآيات في كل قضية وفي كل موقف. ومع ذلك تفتح التفاسير بعض الآيات فيها 7-8 أسباب نزول. وأكبر دليل على الحاجة إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه هو وجود الاختلاف بين الناس في فهم الدين وفهم مصادر التشريع من القرآن والسنة. هذا أدل دليل على وجود احتياج إلى الإمام المعصوم الذي يضع يده على الجرح فيقول هذا الصواب وهذا الخطأ وانتهى الكلام. مثلا من جملة الأقوال في البر في هذه الآية، قالوا البر هو الجنة، لن تنالوا البر، يعني ما تحصلون على الجنة إلا إذا أنفقتم مما تحبون. شنو دليلكم؟ يصير واحد هالشكل يجيب؟ قالوا دليلنا سياق الآية. الآية التي قبل هذه الآية لو تقراها تشوف الله سبحانه وتعالى قاعد يتكلم عن الكفار. دقق معي البحث شوية دقيق بس مختصر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم شنو؟ ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ثم مباشرة يا رب، كأنما يجي سؤال، إذن شنو اللي يرضيك يا رب؟ هذول كفروا وماتوا وهم كفار وأنت ما تقبل منهم أي عطاء، إذن شلون إحنا نكون بشكل بحيث ترضى؟ إجت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. أريدك تخلي بالك وياي جيدا. بس أولا السياق مو دليل أبدا، وجود آية قبلها وأكو مناسبة لو ماكو مناسبة ماكو دليل على أن هذا هو المعنى. تعودنا لما نقرأ القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير تمهيد. اقرأ سورة المائدة وشوف شلون جاية آية إكمال الدين وإتمام النعمة. إذا نريد نمشي على هالسياق راح نلغي جميع أسباب النزول الصحيحة الواردة عن أهل البيت في القرآن الكريم. السياق مو دائما دليل. عموما بعض كبار مفسرين مثل السيد الطباطبائي ما يقبل يربط هالآية باللي قبلها، يقول ما لها علاقة. نجي إلى معنى آخر، قالوا لا، البر هو العطف والعناية الإلهية. تريد الله يلطف بيك، تريد عناية إلهية، تريد خير، تريد اعتناء خاص، أنفق مما تحب. لن تنالوا البر يعني العناية الإلهية واللطف الإلهي حتى تنفقوا مما تحبوا. شنو دليلكم؟ قالوا إحنا استفدنا هذا المعنى من آية أخرى فيها معنى البر نفس هذا المعنى اللي قلناه، اللطف والعناية. وين؟ قالوا في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هنا شنو يعني تبروهم؟ تتلطفون وياهم، تعتنون بيهم، ما تسوون وياهم. هذولا ما أخرجوكم، ما طردوكم، ما أعلنوا عليكم الحرب. الكافر غير الحربي تعاملوا وياه بلطف، أن تبروهم. إذن هنا لن تنالوا البر معناها اللطف. ما له دخل، يمكن يكون للبر أكثر من معنى. شلون أنت هنا أخذت معنى اللطف والعناية الإلهية ومشيت عليه؟ كثير عندنا من الألفاظ تحمل أكثر من معنى، تحمل أكثر من معنى. كثيرة المشتركات في اللغة العربية، لفظ واحد يحمل معاني كثيرة.
كلمة عين في اللغة العربية تطلق على الباصرة والجارية، عين الجارية، والعين بمعنى الذهب، وهكذا عين وهي عين. خلينا نقول البر بمعاني معاني عديدة. ليش أنت تحمل هاي الآية على هالآية؟ هذا ترك عنك، ما أطول وياه. تعال إلى المعنى الثالث، هذا دقيق يحتاج أن نلتفت جيدا. قبل أن أشرح المعنى الثالث، شوفوا إخواني التفتوا جيدا، القرآن ليست دلائله منحصرة بهالألفاظ والأسطر اللي نقراها أبدا. القرآن له بطون، له أعماق، هذه الأعماق يستخرجها من؟ يستخرجها أهل العلم والمعرفة ممن زغب جناح جبرائيل في بيوتهم، مو صحيح لو لا؟ لو شئت، الإمام يقول، لأوقرت 70 بعيرا محملة بالكتب. من شنو؟ من سورة الفاتحة. ها؟ كلمة الصمد وحدها هذه إلها معاني عظيمة. الإمام يقول سلام الله عليه: إن الله علم أن هناك متعمقين في الدين وفي المعارف سيأتون، فكانت سورة الصمد سورة التوحيد، قل هو الله أحد، وهكذا. فإحنا شوية ندخل في العمق، وين نكتشف العمق في البر؟ هنا لن تنالوا البر. قال من قوله تعالى، شوف الرأي شو يقول الثالث. هاي الآية كلكم تحفظوها، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نقدم أسئلة. سؤال: البر للأشخاص لو للأفعال؟ هذا العمل عمل بر، لو هذا الإنسان بر، شو يقولون؟ للأفعال. هذا العمل بر، صحيح؟ بس هنا الآية تقول: ولكن البر من آمن. مو البر فعل الإيمان، هذا اللي آمن بر. يصير يطلق المصدر اللي هو فعل من الأفعال، هذا المصدر يشخص في إنسان فيقال هذا بر، يصير نقول هذا إيمان، هذا بار مو بر. بس الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول: ولكن البر من، يعني اسم موصول الذي، ولكن البر الذي آمن. شلون البر الذي آمن؟ شخص عنده بر يصير بار وبر، أما بر، البر هذا مصدر للفعل. التفت إلى النكتة، يقول نعم أحيانا يصل الإنسان أن فعل الخير مندك فيه فيصير هو قطعة خير فيطلق عليه هو الخير. لما برز علي ما قال النبي برز سيد الإيمان، ما قال برز من هو مؤمن، قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. علي إيمان. من هذا اللي البر يتجسد فيه فيكون هو بر، وإنت تريد تنال تصل إليه تنال رضاه فيقول لك لن تنالوا البر. من هذا البر؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: البر نحن، نحن البر ونحن التقوى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلي شوية نبلورها أكثر، إيش رأيك؟ التفت جيدا. هاي الآية اللي قرأتها عليكم، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر و و و و أولئك الذين صدقوا. من هم الصادقون؟ أنت مطلوب منك تكون صادق، هذه مرتبة عظيمة. يقول لا لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومن جملة التقوى أن تصدق، لكن أنا أقصد معنى آخر. القرآن يقول اتقوا الله ما يكفي، وكونوا مع الصادقين. أولئك الذين صدقوا. تفتت إلى المعنى جد عظيم. من هم الصادقون؟ شوف شلون تلزق الآية هذه، تركب فيت على الآية الثانية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ابن عباس يقول ذهب علي بشرفها، بشرف هالآية، علي هو هذا. ثم لم يرتابوا، وهو القائل لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تريد توصل إلى أهل البيت، تريد تكون في معيتهم، تريد تنال رضاهم، تريد تكون وياهم، ينبغي أن تصلهم ولو أن تنفق شيئا مما تحب. المفضل بن عمر جاب أموال وضعها بين يدي الإمام سلام الله عليه، قال له ما هذا؟ قال له سيدي هذه بعض الأموال قدمها مواليك وشيعتك. شنو جواب الإمام؟ قال دخلت على أبي عبد الله يوما ومعي شيء فوضعته بين يديه، فقال ما هذا؟ فقلت صلت مواليك وعبيدك. فقال يا مفضل إني لا أقبل ذلك، وما أقبله من حاجة بي إليه، وما أقبله إلا ليزكوا. هذه الصلة التي تدفع في سبيلهم سلام الله عليهم وعلى محبتهم هي تطهير وزكاة لنا. يقول الإمام نحن لسنا بحاجة إلكم يا رسول الله، خذ من أموالهم صدقة إليك تطهرهم. وصلي عليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نقطة الأخيرة، من نجي إلى سورة الدهر، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من هم الأبرار؟ سورة الدهر تبين صنفين، صنف كانوا هم القمة وهم آل محمد صلوات الله عليهم، وصنف لا بأس بذكرهم بالصلوات. وصنف ساروا في طريقهم ووصلوا مع ركابهم فشملتهم الآية. ارجع إلى التفاسير كلها تقول فضة ممن شملتها سورة الدهر. فضة أنفقت لو ما أنفقت وياهم لو لا، قرصها قدمته أيضا. زين، لكن لابد أن رب العالمين فاضل بين أهل البيت وبين هؤلاء الموالي من أهل البيت اللي هو فضة. فقال التفت، إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أكو عباد الله وأكو أبرار. عباد الله أهل البيت عليهم السلام، الأبرار اللي أنفق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فضة حققت مقام الأبرار، فهي تشرب من كأس، لكن هذيك العين يشرب بها عباد الله. هذا معنى هيكلي في القرآن الكريم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك متكئون
تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه شوية خالطي لهم وياه من تسنيم، هذا تسنيم شنو؟ عينا يشرب بها المقربون، عباد الله سورة الإنسان هم المقربون. مباشر من تسنيم الأبرار لهم شيء، مزاجه من تسنيم. هذا التقسيم في القرآن موجود بكثرة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، عباد الله وهم اللي يشربون تسنيم مباشرة. فأنا أريد أصير من الأبرار اللي يحصل هالرتبة ويا أهل البيت. يقول أنفق مما تحب في صلتهم. أبو جعفر النيشابوري جاي إلى الإمام الكاظم عليه السلام ويا 30,000 دينار و50,000 درهم وثياب مجمعها ومستانسين، راح نودي للإمام. ما شاء الله خير كثير من الشيعة. الإمام سلام الله عليه يطالع النيشابوري وهو قاعد يقول له شوف مولاي هذه من فلان وهذه من فلان وهذه من فلان وهذه من فلتان. قال له يا نيشابوري أعطني درهم شطيطة، أعطني درهم شطيطة. مولاي شطيطة؟ إيه ذيك العجوز اللي آخر الوقت قبل لا أسافر إجتني وفتحت العقد عقد شعرها وخاشة الدرهم هذا ومحافظة عليه، وصلها إلى مولاي موسى بن جعفر. قال هذا أريده، درهم شطيطة. ومن توصل إن شاء الله إلى شطيطة تودي لها هذه الثياب، هذا الكفن قطنه من مزرعة صيدة، مزرعة أمنا فاطمة، حاكته حليمة بنت الإمام الصادق أخت الإمام الكريم، هذا كفن شطيطة، وأنا أجي أصلي على شطيطة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. لأن هذه سيرة أهل البيت عليهم السلام. فاطمة عليها السلام تصدقت بثوب زفافها، قالوا لها يا بنت رسول الله ثوب ثاني، قالت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. إلى أن تجي الرواية تقول فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. والله أنا كل ما هذا البحث يطرح أمامي أقول هذه أم البنين صاحبتها الليلة، ما أدري هي أنفقت مما تحب، أنفقت مما تحب، لو أنفقت كل ما تحب إيش ظل عدها؟ ما ظل عدها شيء يا جماعة. فهل هي مقامها من مقام فضة الأبرار لو مقام المقربين؟ لو أهل البيت يصعدوها إلهم يقولوا لها يا أم البنين أنت أمنا، تعالي فوق، أنت يم الزهرة، أنت من عباد الله، أنت ما أنفقتي شيئا مما تحبين، أنت أنفقتي كل ما تحبي، كل ما تحبي. ويا ريت ذرفت دمعة على واحد منهم، ما تسأل إلا عن الحسين. أظنك أنت متجهز للمصيبة، بعد ما عندي حكي وياك أسألك الدعاء. تفت الإمام زين العابدين إلى بشر، قال له بشر ترى دخلنا الكوفة والناس تتفرج علينا، ترى دخلنا الشام وخزينا من كثرة النظر إلينا، مو معقولة ندخل إلى مدينة جدنا رسول الله والناس تنظر إلينا، أريد ندخل إلى المدينة الناس تلطم على الرؤوس على الصدور تنادي حسين حسين.
شو أسوي مولاي؟ قال له سبقنا وانع الحسين، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، إن كنت تجيد شيئا من الشعر. دخل بشر، صعد على ربوة، صار ينادي: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها. يا بشر، ليش لا مقام لنا بها؟ جاء احنا قضينا عمرنا بجوار رسول الله. قالهم: أميركم سلطان المدينة ذبحوه، قتل الحسين فأدمعي مدرار. فصل لنا يا بشر. قال: الجسم منه بكربلا يا مضرج، والرأس منه على القناة يدار، طرت بالدمع الصفوف، وقامت بيدها تومي: خبرني بعزيز حسين، المني سلب نومي. اسمع بقلبك: بعيد الشر على وليدي، وقبل يوم عسى يومي، فالك مرد بالدلال، ومنك ما قبلنا الفال. قل لي حسين نبي حال، ويمت السافر من الدار، يعود لنا ويرد للدار. بشر صار يلتفت للناس، أقوله يقول: يا جماعة، صار لي ساعة أصيح: قتل الحسين، قتل الحسين. وهذه المرأة جاية تسألني، تقول لي: أخبرني عن الحسين. التفت على الوادم ونادى: أظن هالحرمة مذهولة. أقلها: حسينكم ذبحوا. تقل لي: حسين شلونة؟ عرف هم البنين، وقام ينشف دمعة عيونه، يقل: يعظم المعبود أجرك بالذي مفقود، يا أم البنين أولادك بعد ما تعود. جزا وحد الوفا وراحة، وفدوى المهجة المختار. جزاه الله خير ميرزا عادل الأشكناني على هالأبيات المؤثرة. قالت له: ترى أنا ما سألتك عن أولادي، لا تأذيني يا بشر، أخبرني عن الحسين. قالها: لا سيدتي، بعد عندي خبر لازم أقوله، أخاف ما تدرين. إيش عندك؟ وخبرنيك بابو فاضل كف بكربلا ووفى. إيه مذخورة الدموع عند أم البنين. يا أم البنين ما قصرتي، خوش تربية ربيتي، بس ما خاض المسنات، ومن الما يخذ غرفية تذكر عطش جبد حسين، وذب الماي من جفه، ورجع لمخيم بجوده، يروس كان مقصوده. يا أم البنين أعظم الله لك الأجر، لكنهم قطعة وزنودة، وفضخوا بالعمد راسه، وجسمه على الأرض طشار. يقول: لا، هنا تغيرت أم البنين، انحنى ظهرها. يا بشر، يعني حزام ظهر الحسين ذبحه، يعني انكسر ظهر الحسين. التوت، يعني انحنى ظهرها، التوت واخذت نفس وردود، حطت ايده على الراس، تقل: يا الشعبة الروح، ياهو سألك عن عباس.
فدوى المهجة الزهراء يروح ابن القمر لا باس، لكن خبرني على نور العين، انجسم مني القلب نصين، وين حسين وين حسين، ليش ويضع عن ما رد اذا عندك علم بالصاير. يعني مصره يا ام البنين لازم قلبك هاب، سمع الخبر وانت يا مؤمن سامحني، اريد اوديك ليله الجمعه كربلاء. يقلها يلتنشديني اسمعي جواب هالنشدة، احسين على الترب نايم ذاب من الشمس خده. يقلها يلتنشديني اسمع جواب هالنشدة، حسين على الترب نايم ذاب من الشمس خده. أقول هالشطر لو أعديه، لا تعتب علي إذا نزلت من المنبر. ها أحسان على الترب نايم ذاب من الشمس خده، يا أم البنين عقب ما سلبوا جسمه سلبوا أخته من بعده. لهذا أول ما جاءت أم البنين والتقت بمولاتنا زينب، زينب 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 حابسة مصائبها حابسة شكاواها، ما وجدت أحدا تشكو إليه، وإذا بأم البنين أمامها. قالت يما جايبت لك أخبار من كربلاء، أما خبر الأول يما يما يا يما أنا سمعت يون وتقربت لي. وشفت الولي 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 متوسد يدي، والله مو فد جرح واقعد وداوي، يا جرح شدان يا جرح خلي. بعد نطيك هالبيت هذا.
تدري شو مسوية أم البنين؟ كأني بها مطرقة برأسها ودموعها تجري. خلصت زينب سكتت رفعت راسها أم البنين: سيدتي زينب أنا من إجيت كنت أنتظر من منذ أن دخلتم إلى المدينة أنتظر أشوفك حتى أسأل هالسؤال، ظل بخاطري هذا السؤال بس أريد أتأكد وأطمن، إيش عندك مولاتي؟ إيش عندك يما يا أم البنين؟ قالت زينب: زينب أنشدك على راعي المحنة، سوى الخوات الخوات من خن، والله والله ان كان مو راضين عنا لروح الكربلا وعاتبنا وحليب الرضع تلحر منا. لا يا أم البنين شو تقولي؟ ما قصروا ثلاث تنعام من إخوتي الطيبين، ما قصروا وقفوا دون الحسين. عندئذ توجهت أم البنين إلى جهة كربلاء. عزيز الفيصلي عافاه الله شو يقول؟ يقول صارت تنادي أبو علي تقول له: حسين 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 يما حسين، تمنيتك ترد سالم للأوطان للأوطان، جابيك جرح الأربعة هان، والله لو أدري بحليبي هل وفجان، بعد جبت لك بعد يا حسين خوان. كانت تجلس في أرض البقيع تنعى أولادها، شنو نعوتها على أولادها؟ تصيح: ولا جا ولا جا ولا جا، وأنا أم الأربع الراحة، عقب أم أرض متلبني ولا جاو، يا بش كثر ناحوا على الغبرة ولا جاو، ارفعوا راسي بجهاد الغاضرية. يوم من الأيام اجت الجارية مسرعة، أبيات الدعاء، اجت الجارية مسرعة تقولها: سيدتي زينب لحقي على أم البنين قبل أن تموت. اجتها شافتها متمددة ترفع رجلا وتضع أخرى، كأني بها في مثل هذه الليلة ودموعها جارية وهي تبكي وتنادي: حسين حسين. انحنت عليا مولاتنا زينب: أمه يا أم البنين، ما باقي لي من الدنيا غيرك، بعد وين أنت رايحة ومخليتني؟ قالت: وصية يا زينب، اسمع الوصية وأسألك الدعاء وأريد أسمع أصوات الشباب. تقول: قوم يا زينب قوم يا زينب واطرحيني فوق الرماية يا وخلي على صدري يا بنت المرتضى نعاك. قوم يا زينب واطرحيني فوق لرمايا يال وخلي على صدري يا بنت المرتضى نعاك.
حصل اخوك ظلال لو ما حصل ظلال ليل ونهار تصيح وحزني ليل ونهار تصيح وحزني لا يحصل بيدي يا بنت مصلي الليل خلت صدري يا ودي عدوس الخير شبيدي أنا شبيدي على جسم بقى من غير تغسيل ليل ونهار تصيح وحزني على حسين وحزني نادت الحورة والدمع بالخد سايل يمّا يا يمّا اول تحيه لزوم توصل لابو فاضل قولي له كيف كيف يخلي اخته بغير كافل يمّا قولي له ترى ليلة الحادي عشر طلعت له إلى المشرعة وما جاوبني عباس طلعت له ليلة الحادي عشر قلت له إجيتك يا أخويا شلون جاية جاية يأشرون يا أخويا علي عباس قوم بعجل لي عباس يردوني سبيا اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه تسعة المعصومين من بنيه فرج عنا يا الله واجعل فرجنا بفرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم احفظه في صحائف أعمالهم إلى أرواح أمواتهم وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أهدي إليها ثواب هذا المجلس المرحومة خادمة أهل البيت عليهم السلام السيدة حسينية السيد خليل القاروني إلى روحها وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.